وللمزيد ينضم الينا هاتفيا الاستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الاهرام. استاذ جميل بعد التحيه، لعلك تابعت معنا الجلسه الافتتاحيه للحوار الوطني وما تم فيها حتى اللحظه، وايضا كلمه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في بدايه هذه الجلسه. كيف تابعت الامر وما هي ابرز النقاط والدلالات التي اشار اليها السيد الرئيس في كلمته؟ هو في البداية طبعا احنا امام مرحلة جديدة، احنا داخلين على الجمهورية الجديدة. الجمهورية الجديدة بتتطلب تضافر كل جهود المجتمع المصري وكل الافكار اللي بتؤدي في النهاية الى مصلحة الدولة المصرية. طبعا كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح هذا الحوار المهم جدا بالنسبة للدولة المصرية، انه يعني الدولة بتواجه الان تحديات عديدة، تحديات على المستوى السياسي، على المستوى الاقتصادي، على المستوى المجتمعي. فوجود عناصر وافكار وخبرات كبيرة من المفكرين المصريين كلهم في مجال، كل ده هيعود بالنفع على الدولة المصرية. هيعود كل الافكار دي هيتم مناقشتها وهيتم تبحثها، وفي النهاية هتصل بينا إلى نقاط مهمة يتم تنفيذها على أرض الواقع. هذا الحوار هو قمة الديمقراطية داخل الدولة المصرية، لأن كل الآراء وكل الأفكار مطروحة دون أي حواجز ودون أي إبعاد لأي فئة أو إبعاد لأي فصيل، عدا طبعا الفصيل الذي يدعو إلى السلاح أو رفع السلاح أو يداه تلوثت بالدم، والفصيل الثاني الذي لا يعترف بالدستور المصري، لأنه هو الدستور المصري هو التشريع الذي تقوم عليه الدولة المصرية. لكن في النهاية محصلة هذا الحوار ستكون بالنسبة للدولة المصرية داعم قوي وأساس قوي في الدخول في الجمهورية الجديدة المبنية على الديمقراطية، المبنية على الدولة أنها تكون دولة حديثة متطورة. كل ده هيفيد الدولة، هيظهر رؤى جديدة في مصلحة الدولة المصرية على كافة المجالات. على المجال الاقتصادي أكيد بالتأكيد هناك رؤى كثيرة، وعلماء متواجدين في الحوار الوطني هيقدروا أن هم يضعوا خطط للعمل في المرحلة المقبلة. على المستوى المجتمعي طبعا يسعى الحوار الوطني أن هو يكون المواطن المصري يعيش حياة كريمة على كافة المستويات، وتقديم الخدمات المناسبة له، أيضا الكشف عن مواهب وقدرات جديدة لدى المواطنين المصريين في كافة المجالات من خلال مشاركتهم في الحوار الوطني. إذن هذا الحوار الوطني هو يجمع الدولة المصرية، يجمع كل طوائف الدولة المصرية في حوار قوي مجتمعي قوي، يستطيع في النهاية أن هي تكون خارطة الطريق في كل الأفكار وكل الآراء. حتى المعترض على شيء داخل الدولة من حقه أنه هو يقدم المقترح بتاعه، من حق المواطن المصري اللي في الشارع أنه هو يبعث أيضا مقترحاته، وهو ده اللي حصل خلال الفترة الأخيرة، وتقدمها للحوار الوطني وطرحها للنقاش، وإن كانت جدية سيتم تنفيذها. طبعا في العديد من الأفكار والعديد من الرؤى، كل ده بيتم طرحه في الحوار الوطني. إذن الحوار الوطني منذ أن أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الماضي حتى اليوم كان في ورش عمل وكان في اجتماعات كتيرة لمجلس الأمناء. النهاردة الافتتاح تم بشكل قوي جدا لحوار جديد داخل الدولة المصرية لا يتنافس مع الجهات الأخرى داخل الدولة اللي هو مجلس النواب أو الحكومة المصرية. لا، ده بيعطي زي يعني ممكن تكون روشتة جديدة للعمل في الدولة المصرية في المستقبل، تعود بالنفع على الدولة، تعود بالنفع على الشعب، يصب أيضا في مصلحة الدولة المصرية على كافة المستويات. نعم، نقطة أخيرة وسريعا إذا تكرمت أستاذ جميل، مردود ما يدور اليوم وهو مذاع على الهواء مباشرة للمواطن المصري الذي يرى هذه الطائفة المتنوعة من القوى السياسية والاقتصادية والمجتمعية تتحاور حول نقاط مهمة تعود في النهاية لصالح المواطن المصري. كيف يتابع المواطن هذه الفعاليات؟ المواطن يتابعها بكل جدية. المواطن من فترة هو يتابع الحوار الوطني، وزي ما بقول لحضرتك في آلاف
المقترحات تم تقديمها لمجلس أمناء الحوار من أجل طرحها وبحثها. إذن المواطن المصري بيسعى في الوقت الحالي أنه يرى صورة قوية للحوار وطرح كافة الأفكار وكافة القضايا من أجل أنها تعود على مصلحته. المواطن المصري يرى أن هذه خطوة إيجابية جيدة جدا في طريق الجمهورية الجديدة وفي طريق طبعا الحياة الكريمة داخل الدولة. نعم، الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.